الجزائر 6 مليارات دولار لتعزيز مخزون الحبوب وإجراءات لدعم الأمن الغذائي. تسرع الجزائر من خطواتها لتأمين غذائها وتحصين مخزونها بالتزامن مع أزمة الغذاء العالمية وشح السلع كأحد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت تستورد البلاد نحو 30% من احتياجاتها الغذائية سنويا، على رأسها القمح بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار. وبالتوازي مع ارتدادات الحرب بأوكرانيا، وضعت السلطات الجزائرية استراتيجية جديدة لتأمين وحماية أمنها الغذائي القومي، كان آخرها تخصيص نحو 6 مليارات دولار لتعزيز مخزون الحبوب. وخلال عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان مطلع الشهر الحالي، أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن عن منح حكومته 900 مليار دينار، ما يعادل نحو 6.4 مليارات دولار، للديوان المهني للحبوب من أجل تعزيز المخزون. إنتاج وفير وتداعية محدودة. في يونيو حزيران الماضي صنفت المنظمة العالمية للزراعة والأغذية FAO الجزائر في المرتبة الرابعة عالميا والثانية أفريقيا ضمن الأكثر استيرادا للقمح في 2022، وبمعدل سنوي يتراوح بين 7 إلى 11 مليون طن. غير أن وسائل إعلام جزائرية نقلت معلومات عن وزارة الفلاحة نفت فيها صحة هذه الإحصائيات، وكشفت عن ارتفاع إنتاج الجزائر من القمح خلال العام العالي بنسبة 100% مقارنة بعام 2021، وأن حجم الاستيراد هذا العام لن يتجاوز 6 ملايين طن. وفي وقت سابق توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري عبد الحفيظ هني أن يصل إنتاج البلاد من القمح خلال الموسم الحالي إلى 3.2 ملايين على الأقل، وهو ما يسمح للجزائر بتقليص فاتورة الاستيراد. كما لفت الوزير الجزائري إلى أن الجزائر استوردت مؤخرا 3 ملايين طن إضافية من القمح في مناقصة دولية لرفع مخزون البلاد إلى 10 أشهر أخرى. في السياق ذاته استبعد تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن تكون الجزائر من الدول المتأثرة بتداعيات الحرب في أوكرانيا على وارداتها من القمح، وأبرزت أن واردات الجزائر من القمح الروسي والأوكراني لا تتعدى 4% من حجم وارداتها. وتوقع تقرير الوزارة الأمريكية أن يصل إنتاج الجزائر من القمح إلى 3.3 ملايين طن، بنسبة ارتفاع قد تبلغ 38% مقارنة بالعام الماضي، لكنه أشار إلى ارتفاع واردات الجزائر من القمح بنسبة 2.5%، وتوقع أن يصل إجمالي واردات البلاد مع نهاية العام الحالي إلى 8.3 ملايين طن. ووفق إحصائيات رسمية، بلغ استهلاك الجزائريين للقمح خلال 2021 نحو 11 مليون طن، في الوقت الذي يلبي فيه إنتاج القمح حاجة 34% من الجزائريين. وفي أبريل نيسان الماضي وضع المؤشر العالمي للأمن الغذائي الجزائر في المركز الأول بالقارة الأفريقية وال54 عالميا خلال 2021، متقدمة ب16 مركزا عن تصنيف 2020. ثورة زراعية. وفي الفترة الماضية اتخذ مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه له قرارات جديدة لتأمين الغذاء، وصفتها وسائل إعلام محلية بالإرادة السياسية لإحداث ثورة فلاحية في البلاد. ومن أبرز مخرجات الاجتماع السماح باستيراد المعدات الفلاحية بجميع أنواعها وقطع غيارها، بما فيها استيراد الجرارات بعد وقفها في 2019 للحفاظ على الاحتياطات الأجنبية. كما أمر الرئيس الجزائري بإخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي إلى الطابع العلمي وفق نظرة عصرية تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري، مع اعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة بإنتاجها الغزير، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية. ويساهم قطاع الفلاحة في الجزائر بنسبة 12.4% من إجمالي الناتج المحلي وبقيمة 25 مليار دولار سنويا، في حين يوفر 2.6 مليون منصب عمل، بحسب أرقام قدمتها وزارة الفلاحة الجزائرية.
كما قررت الحكومة الجزائرية دعم أسعار الأسمدة بنسبة 50% لتخفيف الأعباء عن المزارعين نتيجة ارتفاع أسعارها عالميا. تأمين الغذاء المحلي. في السياق نفسه، تعتزم الحكومة الجزائرية استحداث بنك الجينات في ديسمبر كانون الأول المقبل بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي خصوصا الحبوب. وكشف رئيس الوزراء الجزائري أمام البرلمان خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي بأن أولوية البنك ستكون من خلال إطلاق مشاريع لتصنيع وتنصيب صوامع خاصة بتخزين الحبوب. ما رأيك عزيزي المشاهد، هل تنجح الجزائر في مشروعها لتحقيق أمنها الغذائي بعد كل هذا؟ أترك لك الإجابة في التعليقات. شكرا على حسن المشاهدة. إلى اللقاء.